السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين متتبعين ديالي؟ ياك لاباس عليكم؟ كدايره صحيحتكم؟ كلشي مزيان؟ كي درتو مع رمضان؟ ياك شي باس ما كاين؟ تنرحب بكم ديما في القناة وتنقول لكم مرحبا بكم عندي، والناس جداد تاهما نرحب بهم ونقول لهم مرحبا بكم عندي. اليوم درت لكم واحد الدويرة خفيفة ظريفة في مدينة مراكش في الأجواء ديال العيد إن شاء الله، اللي تنطلبوا من الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وراحة البال ويرفع علينا هذا الوباء يا مولانا الكريم. إوا تنتمنى لكم فرجة ممتعة، وما تنسونيش من لايك إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد بالصحة والسلامة يا مولانا الكريم.